تجمع العشرات من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي منذ حوالي الساعة ينددون بالحكم البراءة للضابط المتهم بكشف العزرية في القضية المعروفة إعلاميا بكشف العزرية، ولتضامنا مع سميرة إبراهيم كذلك أيضا أتوا إلى هنا للمطالبة باستقلال القضاء المصري، وكذلك أيضا يهتفون بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. أقف الآن وسط بعض المتظاهرين، نبدأ نتعرف على حضرتك وعلى وجودك هنا ليه. أنا مدام ليلى مخلص، أنا موجودة هنا عشان أساند سميرة، لأن أنا في نظري إن العسكر ما عروش سميرة لوحدها ولا ست البنات، عروا كل بنات مصر، فإحنا كلنا تعرينا. يعني القضية كانت في القضاء وكان هناك نظر في هذا القضاء والأمر وصل، يعني هناك من يقول أن الأمر كان أمام قاضي والقاضي أتى بالبراءة لهذا الضابط. هو القاضي أساساً كل العسكر هم المدانين أساساً، استحالة يكون خصم وحكم في نفس الوقت، واستحالة هيدين نفسه، فده مش قضاء. قضاء يعني حكم ما بين اتنين، مش واحد هو الحكم وهو المتهم في نفس الوقت بالنسبة لنا. بعدين هم اعترفوا بكشف العزرية، ازاي بينكروه بعد كده؟ ازاي؟ طب حضرتك يعني واقفة ومعاكي أولادك، ليه استحطت اولادك معاكي في الوقفه؟ عشان يبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل، ولازم يعرفوا يعني ايه بنات مصر وازاي ندافع عن شرف بنات مصر، لان لو ما كناش هندافع عن شرف بناتنا هيبقى فاضل لنا ايه في مصر؟ ايه الاسئله اللي بيقولها مثلا ابنك حاسه ان هو سؤال مش عارفه اجاوب عليه؟ اللي بيسال ايه، هو ما كان زمان بيقعد يشاور على الشرطه يقول لهم مش دول الاشرار، ويشاور على ضباط الجيش يقول دول الكويسين اللي عايزين يساندونا. دلوقتي لما بيسالني على الزي العسكري للجيش، مش هم دول ليه بيضربوا الناس؟ ببقى مش عارفه ارد عليهم اقول لهم ما دول كمان اشرار زي الشرطه. ده اكتر سؤال محير بالنسبه لي، بس انا مضطريه اقول الحقيقه ان هما كمان بيضربوا لان هما بيشوفوا بعينيهم، استحاله هعلمهم ان هما يكذبوا ويكذبوا عينيهم. في رايك هذه الوقفات من الممكن ان تاتي بثمار او بنتيجه؟ اه طبعا، ما ده حق وراء مطالب، يا رب نقعد 10 سنين هي بالنسبه لنا مساله قضيه. في رايك خطوات لانتخاب رئيس للجمهورية، هل ممكن انتخاب الرئيس يوقف هذه الوقفات او يجعل هذه الوقفات بشكل مختلف؟ والله لو كانت عمليه انتخابات نزيهه مش زي الانتخابات السابقه. انت شايفه الانتخابات اللي قبل كده مش نزيهه؟ لا مش نزيهه. ايه اللي فيها مش نزيهه؟ على شاشات التلفزيون كنا كلنا بنشوف التزوير على شاشه التلفزيون، مش بس اللي في الاوراق واللي قدام المحاكم في قضايا، لا اللي كان على الشاشات قدامنا لايف كنا بنشوف التزوير. شكرا لحضرتك. معنا ايضا الاستاذ العميد حسين حموده، وجودك النهارده في هذه الوقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا يا اخي مجاهد الى نداء الى شعب مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، صدق الله العظيم. الظلم هو نقيض العدل الذي نحن بصدده اليوم، والنفق المظلم الذي دخلت فيه الثوره المصريه نتيجه غياب العدل. العدل أينما كان العدل فثم شرع الله ودينه، وإن لم ينزل به وحي أو ينطق به رسول. يعني لكن سيادة العميد، يعني القضية كانت منظورة في القضاء، وتضارب أقوال شهود العيان هو الذي أدى إلى براءة المتهم. نعم، الأمر أكبر من ذلك، هو عدم استقلال السلطة القضائية في مصر، هو هذا هو الموضوع. القضاء هو بيضة القبان، القضاء المصري هو رمانة الميزان. إذن لو حصل هناك ثورة في العالم ولم يحدث ما يسمى بإجراءات العدالة الانتقالية كما حدث في 75 دولة من دول الكتلة الشرقية وأفريقيا، لن يحدث هذا التحول الديمقراطي إلا بإقرار العدالة، العدالة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي. كيف يحدث إصلاحا مؤسسيا في الوقت؟ برأيك إيه الخطوات العملية التي يجب أن تتخذ لاستقلال القضاء؟ القانون استقلال السلطة القضائية موجود والناس كلها عارفاه، حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويحدث ما يسمى باللهو الخفي. شكرا ليك. تحت أمر وجود حضرتك بهذا الزي الأزهري، أتعرف عليك. محمد عبد الله نصر، عضو حركة أزهريون بلا حدود. وجودك النهاردة في هذه الوقفة احتجاجا على ما فعله القضاء العسكري من تبرئة الضابط المتهم بكشف العزرية على الفتاة سميرة إبراهيم. يعني انت ترفض الحكم ام ترفض القضاء العسكري من اساسه ان يعني يتقدم احد الى القضاء العسكري؟ اولا انا ارفض تحويل المدنيين الى المحاكمات العسكريه، وبالطبيعي هذا الشخص كانت لابد ان تنظر القضيه امام محكمه مدنيه، ولكن للاسف الشديد لكن الضابط المتهم هو ضابط عسكري. ضابط عسكري، القضاء قضاء عسكري، والضابط ضابط عسكري، جميل. والذي يحكم مصر هم العسكر، فالنتيجه الطبيعيه ان يحصل على البراءه، خاصه ان في مصر حتى في القضاء المدني ليس عندنا سلطه قضائيه مستقله، مؤسسه القضاء انهارت، وقد بان هذا الامر وواضح بعد خروج المتهمين الامريكيين.
يجب أن نعيد بناء الدولة المصرية بمؤسساتها، ولا أمل في إصدار قانون للسلطة القضائية في ظل وجود العسكر. العسكر هم مصدر الطغيان والاستبداد والإفساد في الأرض. يجب إسقاط حكم العسكر ورحلهم عن كل المؤسسات في كل الشركات وكل الجهاز البيروقراطي في الدولة. لكنهم هم يتحدثون عن انتخابات رئاسية وتم فتح باب الترشح وسيتم تسليم السلطة لسلطة مدنية. يا سيدي، ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية؟ هل تنتخب رئيس يعني صورة كربونية من مجلس الشعب؟ ليس المستشار طارق البشري في حديث له قال أن في الإعلان الدستوري تم الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فصلاحياته موجودة. الصلاحيات التي يتحدث عنها المستشار البشري ليس صلاحيات وهمية. المستشار البشري هو مسؤول عن الجريمة التي ارتكبت في حق مصر أو في حق الشعب المصري بسبب الاستفتاء الملعون الذي أدخلنا في نفق مظلم. يجب أولا أن نصيغ دستورا ثم نأتي برئيس، نصنع الأول صلاحيات ثم نأتي بالرئيس، لأن نأتي برئيس ثم نصنع له الصلاحيات. شكرا لحضرتك. تعرف حضرتك عن سبب وجودك في الوقت. أنا نور الهدى زكي، أنا من حركة مصريات مع التغيير. أنا النهاردة موجودة للتضامن مع سميرة إبراهيم في رفض حكم المحكمة العسكرية بتبرئة المجند الطبيب، والإعلان على أن سميرة اللي ما قدرتش تاخد حقها في بلدها هتلجأ إلى القضاء الدولي. هذه القضية سيتم تدويلها قريبا جدا، وفي مجموعة من المحامين بدأوا إجراءاتهم للتدويل. الحاجة التانية أن في بنات كتير من اللي تعرضوا لكشف العذرية اتجرأوا وهيبدأوا هم كمان يظهروا. في أكتر من واحدة هتبدأ تظهر وتقدم بلاغ للتحقيق. اللي حصل دي جريمة كبيرة. الجريمة حصلت جريمتين، جريمة هتك العرض وكشف العذرية، وجريمة اتهام سميرة بأنها أداة مع آخرين، وأنها متمولة وأنها إن هي مستخدمة. يعني هم بيغتالوا الناس في شرفهم وفي أعراضهم وفي أرواحهم، بيغتالوهم مرتين. أستاذ نور رودة، يعني سميرة إبراهيم بدأت تفصح عما حدث عقب ما حدث بحوالي أكثر من شهر ونصف، كذلك أيضا أن قرار البراءة اللي قام بها القاضي العسكري بناء على تضارب الأقوال في شهود العيان. المشكلة أن يعني في مجتمع زي المجتمع المصري، إحنا مش أجانب ولا خواجات، البنت المصرية عادة لا تفصح عن ما تعرضت له من هتك عرض. يعني عندنا ماذا عن تضارب الأقوال في شهود العيان؟ المصري بيقول إيه؟ اكفي على الخبر مجور. المصريات كلهم يحبوا يكفوا على الخبر مجور، فإنها تاخد القرار ده دي جرأة وشجاعة جبارة إنها تعمل كده. ومش بتعمل كده ضد حد مدني، ده بتعمل كده ضد حد عسكري كمان. فإيه المشكلة إنها تقعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة لحد ما تجيلها القوة المعنوية اللي تخليها تتحرك وتتجرأ وتتقدم هذه الخطوة؟ ماذا عن تضارب الأقوال شهود العيان وكان سبب البراءة؟ أنا قابلت رشا عبد الرحمن امبارح، وقالت لي ان هي قالت قدام القاضي ان سميره حصل لها كذا وكذا، ورشا حصل لها نفس الشيء وكتير نشاط. وبعدين تضارب الاقوال، انت لما تجيب اتنين سجانات من السجن الحربي هيقولوا ايه؟ هيقولوا ما حصلش طبعا. يعني ال- 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 المتهم هو الحكم. يعني ايه؟ يعني ازاي احنا يعني؟ فطبيعي جدا. شكرا. طبيعي جدا. يعني إذا هذه الوقفة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة للتضامن مع سميرة صاحبة قضية كشف العذرية كما يطلق عليها إعلاميا، وكذلك أيضا المطالبة باستقلال القضاء.